بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا الوحدة التدريبية الثانية اليوم، يعني الأمور مطمئنة، أمور جيدة. اللاعبين كانوا بعاد بصورة كبيرة، يعني يمكن هي فترة الحجر انه حتى جيم ما فيش، يعني حتى صلاة الألعاب انه يقدروا يستثمروها ويقدروا انهم يعدوا أجسادهم ما كانوش. يعني كانت الأمور هي عبارة عن وزن الجسم، ستابيليتي، تقويات. ظهر الفريق يعني تقريبا بقسمين، قسم جيد وقسم أقل من المتوسط بدنيا، لكن احنا الحمد لله يعني قدامنا 6 أسابيع قادرين إن شاء الله بإذن الله أن نعد الجميع، أن نوصل لمرحلة تنافسية عالية ومرحلة بدنية عالية. فريق بيمتلك لاعبين نجوم صراحة، لاعبين مميزين، استجابتهم رائعة بالفترة اللي مشينا فيها، وتوقعي بالأيام القادمة بس نبلش على الأمور راح تكون أفضل إن شاء الله. راح يتعودوا على أسلوبي وراح يتعود أنا عليهم وعلى إمكانياتهم عن قرب، لأنه في لاعبين برضو لاعبين شباب مميزين بالفريق، إن شاء الله أن نقدر نستفيد منهم بالفترة القادمة، لأنه فترة حساسة وفترة حرجة أنه ممكن نلعب بطولة الاتحاد الآسيوي وبطولة الدوري وبطولة الكاس في فترة 3 أشهر أو 4 أشهر. تعرف أنت 22 مباراة بالحق الكاس، إن شاء الله إذا وصلنا للنهاية 6-7 مباريات، يعني بدي يكون عندك 3 اتحاد آسيوي 4 اتحاد آسيوي، يعني بتلحق تقريبا نقول ب 32-33 مباراة خلال فترة زمنية قصيرة. فلازم نكون عادين الفريق بصورة مميزة، وأيضا عادين عدد لاعبين يكون قادر على 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 المرحلة القادمة، ونشرك الجميع إن شاء الله بإذن الله، ونطمئن على الجميع قبل كل الحكي هذا، ونكون جاهزيتنا عالية والتوفيق من الله عز وجل إن شاء الله. معنا جمهورنا الحبيب الغالي، جمهور الزعيم، يعني راح نفتقده، وإن شاء الله أنا ما بنفتقده، راح نفتقده من خلال التواجد بالمباريات، لكن اللي منشوفهم بالتمارين، اللي منشوفهم من خلال التواصل الاجتماعي بصراحة أثلجوا صدري أنا كهيثم، وعطتني برضو دافع كبير إنه نقدر نقدم إشي للزعيم اللي بيستحق، ونقدم إشي إلهم برضو، ونترك بصمة بالفيصلي كمدير فني إن شاء الله.